بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلامنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن الـ Selection Menus أو Select Menu. بسيطة نفس الفكرة بالظبط يا جماعة، نفس السيناريو بتاع الفورمز في HTML. أنا كنت كاتب، أنا عامل ليبل وبقول له والله Select Your Country، المفروض بعد منها دايركتلي إني أفتح مين إكزاكتلي، أفتح الوسم سيلكت. والوسم سيلكت طبعا ديت زوجي محتاج بدايه ونهايه. ليه؟ لاني راح اضيف اكتر من بالظبط يا جماعه، اكتر من اوبشن من جوه. الاوبشن ديت هو العنصر مع عناصر القايمه اللي انت عايز تضيف. تمام. مثلا خلينا نقول يعني مثلا ايجيبت، ونعمل لها كنترول دي دي مثلا يو اي اي، ومثلا سريع. طبعا المفروض يكون للاوبشن يبقى لها خلينا نقول فاليو. الفاليو ديت الجانب اللي انت راح يعني تتعامل بيه مع الفورم في الباك اند بتاع الفورم يا جماعه، بحيث ان هو لما بيختار القيمه دي بيبقى لها قيمه معينه بتسمع في قلب الفورم. طبعا الكلام ده المفروض اوريدي تكون الناس واخده بالها منه في من كورس ال HTML. خلونا طيب نكرر الجانب ديت، ومن باب الوظيفيه ان الاسامي تبقى يعني ليها دلالات على العناصر اللي راح يختارها اليوزر، يعني ما يبقاش الفاليو بتاعته بعيده عن الاختيار نفسه. عشان كده بنحاول نسهل وبنختار الجانب ده. هو كده يتفرد معايا على ال 12 كولوم يا جماعه. لو انا رحت وشفت شكل الفورم كده هيمشي ازاي، لو انا عملت ريلود الاقي اني ادي ايجيبت، وانه يختار سوريا او مثلا يختار من القائمه دي. سلكشن منيو عاديه يا جماعه. كان في جانب تاني يمكن تكون الناس يعني اخذت بالها منه. لو انا كنت عايز اخلي الموضوع سلكتبل شويه، خليني اخليها مثلا 6 كده. انا على 6 كولومز هاخد نسخه مره تاني من ده واعمل بيست، والمرة دي هضيف لكلمة select يا جماعة الكيورد اللي اسمها multiple. كده الناس أخدت بالها منها، أخدت بالها من الكلمة ديت multiple. برضو بنحاول نراجع الكلام multiple. طيب خلونا كده 6 و6. التجربة خير دليل الفرق ما بين الاثنين. ديت القايمة العناصر مطوية، ودي العناصر مفروضة طبعا مع انها بتقبل الشيفت، يعني ممكن تختار اكتر من قيمة لان انت قلت له مالتيبل. ده الفرق ما بينها وما بين السنجل، ديت انت بتختار قيمة واحدة والقيمة بتتفرد بتخلص معاك يعني. تمام. ده بالنسبة للسلكشن منيوز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.